صفر محمد السعيد النائب رئيس الجامعة لشؤون الله. الأستاذ الدكتورة صباح صابر عميد كلية التعليم الصناعي والمنتمية لكلية العلوم وفي قسم النبات وعاملة شراكة مع الهندسة لها عزوة في كل الجامعة. السادة العمداء كليات الجامعة جميعا، السادة الوكلاء، السادة أعضاء التدريس في الجامعة وكلية التعليم الصناعي، السادة أولياء أمور الطلاب الخريجين، أبنائي وبنات الطلبة والطالبات، كل عام وأنتم بخير. أنا دائما أكون أسعد واحد في الجامعة لما أحضر حفل تخرج الدفعة من دفعة طلاب الجامعة. وخاصة طلاب كلية التعليم الصناعي. ودائما في منافسة في حفل التخرج بين طلاب كلية التعليم الصناعي وكلية الطب. الحفل المرة دي مميز جدا. في مجهود بذل ولذلك اتوقع لجميع الخريجين بمجرد انتهاء السنة الرابعة واستلام شهادة التخرج كلهم هيشتغلوا فورا إن شاء الله. الحاجة الثانية، أنا عن نفسي بعتبر كلية التعليم الصناعي من أهم كليات الجامعة. ليه؟ لأنها فيها ميزات كلية الهندسة، فيها ميزات كلية التربية من الناحية التربوية، فيها ميزات الكليات المهنية التي لم يضاهيهم أحد فيها. فلهم ثلاث مزايا عن أي الهندسة تخصص هندسة، العلوم تخصص علوم، التعليم الصناعي لا ليه مزايا في الهندسة في التربية التربوي، له مزايا في النواحي الفنية. ودائما خريج كلية التعليم الصناعي من الخريجين المطلوبين جدا في السوق. ولذلك بنهتم بهم جدا. عدد المشاريع التي يقومون بها طلاب التعليم الصناعي تفوق أي كلية باستثناء الهندسة. وهذه المشاريع سوف نتبناها خاصة مشاريع الطاقة الشمسية التي تدعمها الجامعة، سوف نتبناها لإنارة الجامعة بالتعاون مع كلية الهندسة إن شاء الله. طبعا لا يفوتني يعني في مناسبة سعيدة في الجامعة، أول أمس وصل قرارين من رئاسة الجمهورية بتعيين 2 من العمداء بعد فترة طويلة. الأستاذ الدكتور ممدوح الرشيدي عميدا لكلية التجارة، الأستاذ الدكتور محمود عباس عميدا لكلية التربية، ومن أسبوع الأستاذ الدكتور محمد عبد الحفيظ عميدا لكلية الزراعة، ومن شهر الأستاذ الدكتور كريم صالح مصلح عميدا لكلية الآداء. هذا يدل على ان جميع اجراءات جميع السؤال في هذا الامر دائما بتكون سباقه، ولم يرفض اي عميل تم ترشيحه من الجامعه، ويدل ان جميع عملاء كليات الجامعه بخير وجميع السؤال بخير ان شاء الله. نهنئ اولياء الامور على هذه اللحظه التي ينتظرها كل ولي امر بتخرج ابنه، وان شاء الله يكون ابن صالح وابن بار بك ان شاء الله. أنا في حفل اليوم بعتبر كأنه حفل الجامعة كله، أنا شايف في ناس من الهندسة، في ناس من العلوم، في ناس من الزراعة، يعني ده سمة أي حفل تخرج في الجامعة بنلاقي جميع الكليات تشارك هذه الكلية في الاحتفال. أول أمس كان عندنا احتفال مهم جدا ومؤتمر مهم جدا عن أهمية المياه وسد النهضة، وكانت جميع الكليات بتساهم فيه. وأخذنا شهادة اعتماد من أحد الموجودين إني لم أرى هذا الحضور في أي جامعة في أي مؤتمر مثل جامعة السويد. فكلنا يد واحدة أساتذة وإدارة وطلاب، وإن شاء الله سنسير بجامعتنا إلى الأمام. وكل عام وأنتم بخير وعقبال كل سنة، والدفعة السادسة إن شاء الله ستكون من أحسن الدفع، وإن شاء الله كلكم أشوفكم في أحسن المناصب. وتمنيت لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة السيد الأستاذ